مثل الفندي، مساحة الأرض تقريبا 4200 4300. صالون غرفة خدم، طبعا هذا غرفة غسيل، ما مدخل خارجي. طبعا هذه الغرفة ممكن تستخدموها ليفينغ روم، غرفة معيشة أو غرفة ضيوف مثل ما بتحبوا. طبعا الفيلا ديزاين كله فندي. هاي الماستر بيدروم تقريبا، هي الغرفة الرئيسية.
تقريبا الغرف كلها بحمام. اربع غرف، والخمسه اللي تحت كانت غرف الضيوف.